أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا اليوم الخميس 16/2016. بالأمس سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على وادي الحلو ووادي شيص والنحوة. وإليكم صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم، حيث تشير إلى تواجد تشكيلات من السحب على شرق الدولة. وننتقل معكم إلى الخريطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ وجود امتداد منخفض جوي من الشرق تصاحبه رياح شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا مع نشاط السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة. والطقس معتدل الحرارة بوجه عام وحار نسبي نهارا على بعض المناطق الداخلية وغائما جزئيا على بعض المناطق، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة خاصة شرقا، يتخللها بعض السحب الركامية ويصاحبها سقوط الأمطار. وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية. وننتقل معكم مشاهدين لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. نلاحظ في الساحلية في أواسط الثلاثينات، أما الداخلية في أواخر الثلاثينات، وأخيرا الجبلية في أواخر العشرينات. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون متوسط الموج، وكذلك الحال في بحر عمان متوسط الموج. طقس الغد معتدل الحرارة بوجه عام وحار نسبي نهارا على بعض المناطق الداخلية وغائما جزئيا على بعض المناطق، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة خاصة شرقا وشمالا، يتخللها بعض السحب الركامية ويصاحبها سقوط الأمطار. وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، وفي أمان الله.